السلام عليكم. إن شاء الله بهذا الفيديو راح نحكي عن CSI سيف، اللي هو برنامج السيف. السيف اللي حكينا عنه إنه بصمم الدلابات والبيمز والفوتينج. إن شاء الله راح نحكي عنه وكيف نعمل إحنا موديل ونعرف ونحكي عنه كل إشي. إن شاء الله راح يكون طريقة الشرح لهذا البرنامج إنه كل إشي معين فيديو صغير، يعني مثلا كل 5 دقائق فيديو يكون عبارة عن كيف تعرف ماتيريال، كيف تعرف حديد، كيف تعرف كذا. يعني كل فيديو جزء بسيط، كل فيديو جزء بسيط بحيث انه انت تقدر ترجع له وما يكونش فيديو واحد طويل وتغلب حالك. تمام، هسا اول اشي عندنا هيك واجهة برنامج بس فتحناه طبعا مع اللي مسحته. تمام، هسا احنا اذا بتتذكروا كنا ننظف الشغلات المعمارية ووصلنا له. تحكي لي تمام، هسا في انت عندك اختيارين بحيث تنقل هذا الاشي من هون للسيف. أول طريقة وهي الصعبة واللي احنا ما راح نتعامل معها بس لازم انت تعرفها تحتاجها، هي طبعا ما راح نقول ملف كامل ولا راح نقول نصه حتى، بس الفكرة كفكرة. اما بالفيديوهات الجاية راح يكون ننقله كامل. تمام، اول فكرة اول شيء بدك تعمل، في عندك اشي هون بتلاحظ لما تكبس على فايل، في عندك هون اشي اسمه نيو موديل وفي نيو موديل فروم اكسايتنج فايل. تمام، وفي عندي اوبن. اول شيء بدي تميز بينها، اول شيء طبعا هذا شريط اختصارات زي اي برنامج بالحياة زي الاكسل والوورد وكذا. فلو انت كبست فايل والنيو موديل هي نفسها وكبست على هاي نفس الاشي، لا قدمت ولا اخرت. تمام، في عند نيو موديل، الموديل يعني الاشي اللي انت بدك تبلش تشتغل عليه، يعني انه انت تعرف شغلات معينة، الكود، الوحدات، الاعمدة، الماتيريالز، البيمات، وتبلش تسلي عليها ويكون عندك موديل، يعني نموذج هو اللي بيمثل لك الطابق اللي بدك تصمم عليه. في عندك نيو موديل فروم اكسايتنج فايل، شو يعني هاي؟ هاي بكل بساطة انه انت كنت عامل مشروع معين، مثلا مبنى سكني، وبدك بعد شهرين ثلاث اجاك مشروع ثاني، وهذا المشروع تقريبا في نفس الخصائص، فانت ليش ترجع تغلب حالك وتعمل ديفاين ماتيريال ولودز وكذا وكذا وكذا؟ بقول لك لا، تعمل نيو موديل فروم اكسايتنج فايل وفي كل المعطيات او كل الشغلات اللي انت كنت معرفها، بتوفر حالك وقت. هذا الاشي مش كثير مهم بالسيف صراحة، لانه السيف تعريفاته كثير بسيطة وقليلة. اما لو الايتابس بقول لك لا، يعني الايتابس اغلب المهندسين بيعملوا نيو موديل فروم اكسايتنج فايل. فاول خطوة عندنا احنا نعمل نيو موديل، كبستها هون او كبستها فوق. اول اشي في عندك هون بتلاحظ الديزاين كود، لاحظ انه عندك الكود ACI 314 وهكذا. نعرف انه احنا في عندنا هذا الكود في له اخر نسخة نزلت هي 19. نعرف هنا في البي اس اللي هو الكود البريطاني واللي هو اقرب كود للكود المصري والاردني. في هنا مثلا الكود الصيني، الكود الهندي، الكود الايطالي وهكذا. فانت بدك تعرف اي كود بدك تشتغل ومن خلالها هاي، وليكن احنا نشتغل ان شاء الله على الاي سي اي 318 14. في انت ديزاين بريفرنسز، شو هاي؟ بكل بساطه الديزاين كود تبعك. تمام، الفاي للتنشن قديش 0.9 احنا نعرف عنها بالكود، والفاي للكمبريشن، والفاي للشير، يعني هون ما في تعديل. في هون عندك المينيمم كفر للسلاب، بنعرف كفر للسلاب مثلا 25 ملي افضل قطر للسلابات بالعاده 512 مثلا ممكن، يعني فهذا الشيء انت اصلا بتعدل لحاله، يعني انه انت ما راح تلتزم فيه كثير، لا انت راح تعمله يدوي اصلا. المينيمم كفر للبي بنعرف 40 ملي 40 ملي، البي على تي ستريس تشيك ما لهاش داعي. فلاحظ انه انا عملت كانسل لانه ما بدي اعدل شيء، مش راح، لانه انا خلص معروفين هذول، وانا اخترت الكود فوق. البروجكت انفورميشن عشان تعمل وصف شو البروجكت تبعك، اذا انه انت مين الديزاينر مين كذا، يعني هاي لما تشتغل ان شاء الله بشركه وهيك. اليونتس اهم شيء بدك تعرف ايش تشتغل. في عندك اليو اس اللي هي الكبس والفيت وكذا، والمترك اللي هي كيلو نيوتن، واذا انت بدك تاخذ يونت معينه زي الطن، هاي الطن والمتر، طن مليمتر، يعني حسب انت ايش بتشتغل شو الوحدات اللي عندك. احنا خلينا نشتغل على الكيلو نيوتن لكل متر اللي هي المترك ديفولتس، يعني انا عندي بدخل الابعاد بالمليمتر، بدخل اللود بالكيلو نيوتن، درجه الحراره بالسلسيوس. هاي عندك كل شيء بتقدر تعدل وحده وحده، يعني ممكن تخلي مثلا اللينكث بالمتر والاريا بالمليمتر عادي. لا انا بدي اياها ايش
بالمتر، متر ديفولت. طبعا بتقدر هون تشوف شو اليونت اللي انت حاطه، طلع هيك يعني هاي ملخص لهم. هسه في عندك هون الانيشال موديل، في انت عندك الانيشال موديل اللي هي انه انت ايش مثلا بدك تصمم، مثلا بدك تصمم بلانك، بلانك يعني فاضي. هاي شو يعني فاضي؟ يعني انت تروح شاشه فاضيه وترسم عليها المبنى تبعك وبس. في عندك فلات سلاب، بدك تصمم فلات سلاب، كيف يعني؟ وكبست عليها بتحط عندها الليفت ايدج ديستانس، الرايت ايدج ديستانس، قديش المسافه من السنتر يمين يسار وهكذا. عدد السبانات، هاي سبان هاي سبان هاي سبان، هاي على الاكس وعلى الواي، بنصطر السبيسنج بين السبيسنج. في عندي السلاب ثيكنس، انه انت تحطه قديش سماكه، هاي الكولوم سايز، ديد لود واللايف لود ومن هالحكي. فاحنا ما إلنا فيه بصراحة، ما راح نتعامل مع هذا الاشي. في عندي فلات سلاب وذ بيرمتر بيم، اذا بدك تحط بيمات فعندك خصائص البيمات هون. تو واي سلاب، اذا بدك تحط تو واي سلاب. اذا بدك تحط بيس مات اللي هي الفوتنج الرافت رافت فاونديشن. اذا بدك تحط الجريد اونلي، احنا راح نحكي بعض الفيديو عن الجريد. في الوافل سلاب، الوافل سلاب اللي هي تو واي سلاب. الريبد سلاب اذا وان واي ريبد على الاكس او على الواي. سنجل فوتنج اذا بدك تصمم سنجل فوتنج، وكومبايند فوتنج اذا بدك تصمم كومبايند فوتنج. هذا الحكي احنا ما له في صراحه لنا داعي، احنا بنشتغل عليه بلانك، بنجيب لنا اوتوكاد ونريح حالنا. تمام، نحكي عن جريد اونلي. جريد اونلي انك انت تحط لي جريدات. شو الجريدات؟ بكل بساطه انت المخطط المعماري، انا لما كنت امسح، اذا لو ترجع مخطط معماري، كان في عندي جريدات، عندي جريدات على الاكس وعلى الواي، هاي الخطوط المنقطه اللي هي الاكسس. ببساطه انت بتحط يعني كيف بتحكي؟ بتحكي هون بتحط الي جريد. تمام، ده كون جريد داتا از اوردينيت او سبيسنج. اوردينيت شو يعني؟ يعني المسافه من مرجع معين. يعني هون المسافه بين A و B 6، بس المسافه بين B و C مش 6، مش 12، لا هي 6. يعني هون زي كانك بتحكي تراكمي، انه المحور اللي اسمه D اللي هو هذا ببعد 18 متر عن المحور A، هاي معناها. وعلى الواي بنفس الطريقه، احنا لا بنحطه بالعادة سبيسنج. هاي طبعا اذا هاي بتكون بالعاده المباني اللي جريداتها متساويه، او انه مثلا اعمل المسافه للاعمده ثابته، كل شيء ثابت. يعني زي ما تقول موديل او مخطط منتظم، وهذا الشيء ما في شيء يعني تطلع هون منتظم. انت هون شو بتعمل؟ بتصير تحط الجريدات. يعني كيف؟ مثلا اول جريد هون، ثاني جريد هون، ثالث جريد هون، الجريدات اللي كانت معك بالمعماري تحط المسافات بينهم. يعني هون بتحكي المسافه بين اول والثاني 6 متر، الثاني والثالث مثلا 4 متر، الثالث والرابع 4.5. في عندك هون الأخير صفر. الأخير صفر شو يعني؟ يعني ما فيش إشي بعده. يعني لو حطيته 6.5 مثلا، بصير في عندي واحد زيادة بعد. هسه لو سميت هذا إي، لو سميت هذا إي وحطيته صفر، إنه هاي إنه المسافة بين دي وإي صارت 6.5. وعلى الواي بنفس الطريقة. شو بتعمل بعدين؟ أوكي تمام، عملي لي جريدات، عملي لي جريدات. هسه أنت من خلال الجريدات هاي بتصير مثلا تشوف انت العمود هذا قديش بيبعد عن الجريد، وبتصير ترسمه قريب منه. بصير هذا الشغل كثير صعب وكثير طويل. يعني مثلا ترسم عمود، تلاقينا مثلا رسمنا عمود هون، طبعا العمود مثلا مش هون، لا على جنبه بشوي، بدي اضطر اعمل له ازاحه وهكذا. فبصير اشي كثير زنخ واشي كثير صعب. تروح بدك ترسم بيم، والله هاي بيم من هون لهون. هذا الاشي صراحه كثير مش منطقي، مش منطقي ابدا. فاحنا هاي شو عادي ترى رسم بيم، لا تفكر انه ما رسم بيم، لا في بيم. هاي شايف هاي البيم اللي رسمته، رسم بيم هاي بثري دي عادي، في بيم في اعمده في كل شيء. بس هذا الاشي بصراحه احنا ما بدنا اياه. يعني اول فكره هسه نلاحظ في عندي ماتيريالز، ماتيريالز في عندي اشياء افتراضيه من الكود C30 كذا. طبعا ان شاء الله الفيديو الجاي راح يكون ديفاين ماتيريالز. اذا بدك تعمل نيو موديل فروم اكسايتنج فايل، يعني مثلا انا عملت موديل شو اسمه من دورة معينة، انا كنت عاملها مثلا هذا، تلاقي بلانك. لما تفوت على define materials بتلاقي انا مواد انا معرفها من قبل. شوف مريح حالي، سلاب معرف فلات سلاب، بيم معرف بيمات مثلا، لود معرف ديد لود وليف لود. فبصير احكي لك انه انا لما اعمل from exciting file، يعني انا اخذت معطيات انا حطيتها للبرنامج من موديل قديم وبس. فهاي الطريقة الاولى حتى انت تعمل ترسم الموديل، انه انت تعمل تشوف الجريدات بالمعماري وتحطهم وتشتغل على اساسهم. وهذا الاشي كثير صعب، يعني تخيل تعمل هذا الاشي، تروح ترسم عمود عمود يدوي، وهذا الاشي صعب. الطريقة الثانية
تكون إنه ننقل هذا المخطط كامل زي ما هو على السيف، ولكن قبل ما ننقله بدنا نعمل شغلات بسيطة. شغلات بسيطة إن شاء الله راح تكون بالفيديو القادم بعنوان DXF XF files. يعني هون في هون نعمل import خط معماري، إحنا بدنا نعمله، تعمل import مخطط معماري وبصير تعلم عليه تعليم زي زمان زي الرسم. بس إن شاء الله يعني هيك كانت بس مقدمة إنه أنت عندك كيف تعمل موديل جديد، شو الفرق بين هذول كلياتهم، الكود الوحدات، وشو الفرق بين هاي والثانية، الأوبن إذا بدك تفتح مشروع معين وليكن هان مثلا، عادي هاي مشروع شايف عليه كل شيء، كل المعطيات، كل اللي هاي معنا الأوبن. هون السيف إذا بدك تسيف شغلك، طبعا يفضل تسيف شغلك كل مرة. اكسبورت اذا بتستخرجه لاوتوكاد، تستخرجه مكان ثاني، اكسل عشان البيانات يعني، امبورت انك تشتغل ملف. ان شاء الله كل هذا يعني من خلال الدوره من هون لنهايتها تقدر تعرفها. وهيك يعطيكم العافيه، وان شاء الله الفيديو الجاي راح يكون بدايه الشغل الصح. يعطيكم العافيه.